ذكرى وفاة ملك الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم اللي توفى سنة 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا. طبعاً أستاذ سمير غانم هو واحد من العلامات المهمة جداً في السينما والدراما المصرية. رصيده كبير وضخم جداً، قدم أكتر من 150 فيلم، 70 مسلسل، ويمكن جمهور الفنان سمير غانم عارفين ان هو يعني ليه شعبيه من كل الاعمار، قدر ان هو يوصل لقلوب الاطفال من خلال شخصيه فطوطه اللي كان بيقدمها في فوازير رمضان. تحل اليوم ذكرى وفاة ملك الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا، لتفقد السينما والدراما المصرية واحداً من أبرز نجومها. ولد سمير غانم في 15 يناير 1937 وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ورغم ذلك إلا أنه أحب التمثيل، وكان بدايته هي التقاؤه بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد ليكونوا معاً فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة. أيا ميني شغلي مشتري للحب ويكون مفتاري، أيا ميني شغلي مشتري للحب ويكون مفتاري، خدي على المزاد، خدي على المزاد، خدي على المزاد، قربوا يا ولاد قربوا يا ولاد. شارك سمير غانم في بطولة 150 فيلماً أشهرها 30 يوم في السجن وأميرة حبي أنا وأهلاً يا كابتن. تألق أيضاً الفنان سمير غانم على شاشة التلفزيون وقدم 70 مسلسلاً أبرزها كابتن جودة، أهلاً فطوطة، حكاية ميزو، ورجل شريف جداً. امتد نجاح سمير غانم إلى جميع الأعمار، واستطاع أن يصل إلى قلوب الأطفال من خلال شخصية فطوطة التي قدمها في فوازير رمضان واشتهر بها وتفاعل معها الأطفال بشكل كبير وأجمعوا على حبه. ادخل مع الفن الشعبي وده تقليدي